هنشوف مثلا هنا عادل عادل إمام إمام ونهاية ونهاية التاريخ. التاريخ، يا طبعا نهار أبيض. ده نقد قاسي جدا يعني. الكلام ده سنة كام مثلا؟ احنا 98 هنا؟ احنا هنا بنتكلم في 98 لما نزل الواد محروس بتاع الوزير قصاده مساعدي في في الجامعة الجامعة الأمريكية. الأمريكية، تمام. طبعا بصي بقى، ده الأبشع العواجيز، أزمة السينما المصرية. يا نهار أبيض، وحاطين صورة عادل إمام وهو صغير وصورة عادل إمام وهو كبير، وكذلك نادية ونادية الجندي الجندي وحسين وحسين فهمي. فهمي. طبعا يعني حاجة قاسي جدا جدا إن احنا نشوف الرمز بتاعنا خلاص، اللي هو أنت كبرت فأنت خلاص بقيت عجوز ومبقاش ليك لازمة في بس السينما ازاي ده المصرية. بجد كان، يعني ازاي الخبر اللي فات ده كان نازل عادل كده إمام يعني؟ ليه ناس، يعني في ناس ما بتحبوش، وفي ناس بتحبه وفي ناس ما انت بتحبوش. عارف الخبر ده دلوقتي مفكرني بايه كده؟ عارف اللجان الالكترونيه اللي عندنا دلوقتي على السوشيال ميديا لما يحبوا يجوا على نجم بالظبط، او يضايقوك كنا بنكتب حاجات، دي اللجان الالكترونيه يا جماعه لو بتاعت انت زمان. كبرت بقى انت مش فاكره نفسك اقعدوا في صغيره مش البيت عارف بقى ايه ونشوف الحاجات دي مين كلها. الجداد. ده لا كان لا لا حزب الناس اللي ما بتحبش عادل امام. شوفي بقى اصلا بعدها في ناس بتحب عادل امام، مثلا ده مقال لناقد، ارفعوا ايديكم عن عادل امام، بعض الصحف العربيه تتلقى في الهجوم وتضخمه وتضيف اليه. ده كان ناقد بيكتب ان يا جماعه ما ينفعش ان احنا نذبح النجم الكبير بتاعنا وننسى تاريخه الكبير. انا عندي فضول قوي اعرف راي الناقد الفني الكبير طارق الشناوي كان ايه في المهزله اللي كانت بتحصل دي. طارق الشناوي اللي كان شايف ان لسه عنده عادل امام عنده فرصه، وما ينفعش نحكم على محمد هنيدي بفيلم او بفيلمين، لازم وبتاريخ عادل امام كله. ولسه خدي بالك ان بيبقى فيه غرور كده في الاول، ان يكون عندك اول فيلم او تاني فيلم وينجح وينجح وتقارن نفسك بحد عنده تاريخ، حد عنده 30 طبعا. سنه شغال، ما ينفعش اصلا بس يقارن الفكره ان نظريا. مش هنيدي هو اللي كان بيقارن، هنا الجمهور والناس الجمهور هم اللي عملوا والصحافه كده. والناس بداوا ان هم يقولوا ان خلاص ان عادل امام راحت عليه بالمعنى الاصح. هنا بصي بقى، ده مثلا ده احمد فؤاد نجم الشاعر الكبير الله يرحمه، الله يرحمه. تمام. بصي هنا بادئ مقاله بيقول عندي ملاحظات كتيره على الفنان عادل امام، وبيني وبينه حتى كتابه هذه السطور عدم استلطاف متبادل وشبه قضيعه بعد ان كنا شبه اصدقاء، تمام. ولم يعد عادل امام كما كان فنان فقط، فسوف لا اسعى الى ازاله هذه الجفوه وانا اسف، ولكن ما يحدث الان لعادل امام على صفحات الجرايد شيء مقزز ومتدني ومشبوه، ويترك الى جانب علامات التعجب الكثير من علامات الاستفهام. ما هذا الفحش في القول؟ ومن اين ولكم ها من اين هذا الغل الاصفر يعني؟ ولمصلحه من محاوله هدم فنان مصري كبير اخلص في عمله وحاول من وجهه نظره ان يكون اضافه لمن سبقوه من فناني مصر العظام الذين شكلوا الوجدان الفني والقومي لهذه الامه العربيه. طيب يعني هنا بدات الناس حزبين، ناس جايه على عادل امام، ناس شايفه ان هو خلاص وناس راحت بتدعمه. عليه، وفي ناس بتدعمه وبتقول ان هو يا جماعه ما ينفعش نهدم التاريخ بتاعنا. وكل ده هنيدي ساكت، ما فيش اي نوع من الرد منه. هنيدي بيطلع يقول ايه؟ بصي بقى، هنا عندنا فريقين، فريق هنيدي وفريق عادل امام. انا مش مصدقه اصلا المقارنه. تخيلي. يعني هنيدي طبعا انا بموت في هنيدي، وهنيدي طبعا فنان كبير، ولكن انا بتكلم ان وقتها الكلام ده يا جماعه 98، فبتكلم ان وقتها 98 لا، عادل امام اوريدي نجم، اوريدي محقق نجوميه، اوريدي مقدم اعمال مسرح وسينما ودراما ما 30 فيش سنه ما 30 ما سنه ما سقطلوش فيلم او فشل له فيلم، وبيتقارن بواحد لسه عامل لسه فيلمين، طالع. فاهمه؟ فهنا بقى للاسف حزبين، عادل امام انصاره دافعوا عنه واتهموا الذين انتقدوه بانهم يحطمون الرموز، محمد هنيدي جاء في زمن مختلف ويعبر عن جيل مختلف ومسؤوليته ضخمه. وهنا بيتكلموا على فكره ان عادل امام مش رمز ولا حاجه، وان هنيدي يعني الرايين يعني، تمام، اللي هم الرايين اللي هم بقوا زي الاهلي والزمالك كده. وطبعا الناس كلها بقى ان ما كانش ليهم سيره غير الموضوع ده وقتها، واللي متفق مع عادل امام واللي متفق مع هنيدي. مع هنيدي ما بقاش بس الفريق يعني، عندنا مثلا منشطه اهو، حرب عادل، والصوره اللي بعدها حرب عادل هنيدي، وكانهم دخلوا في حرب، هي مش بقى فريق يعني، هو ده مقال واحد، حرب عادل هنيدي، الحرب بينهم ازاي قامت وازاي هتقوم وازاي هتوصل وهتوصل لايه. عندنا هنا بعد موقعه السينما، عفريت محمد هنيدي يطارد عادل امام على خشبه المسرح، خرجوا من السينما وبداوا كمان يقارنوا بين عادل امام صاحب التاريخ الكبير جدا في المسرح، ومحمد هنيدي اللي كان بيعمل اول مسرحيه من بطولته اللي هي عفروتو. عفروتو 60,000 جنيه بزياده 10,000 جنيه عن بودي جارد، اول مره فشل العري والمسخره في جرجره الجمهور. ده كان راي طبعا الناقده جيهان محمود، ده كان جورنال العربي الاسبوعي. بس يعني حتى في المسرح
عفروتو كانت جايبه ايرادات اعلى من نجم جديد بودي وعارفه جارد. الغربال الجديد ليه شده. وعادل امام يعني كان المفروض ان هو يراجع بعض الحسابات، ما ينفعش لسه يقدم بدور الشاب، ما يعني ي ي ي ي لازم يعني يحتوي نجوم شباب. للاشتراك زوروا موقعنا alphatv.com او اتصل على الارقام التالية. الفا قنوات الأسرة العربية.